للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا من غزة أحمد الأغا الكاتب الصحفي. أرحب بك سيد أحمد في ظل هذه الهدنة الإنسانية التي ننتظرها في الساعات القادمة، ومن المفترض أن تبدأ في 7 صباحا. برأيك كيف هي الأجواء الآن في الأراضي الفلسطينية، وما هو تأثير هذه الهدنة على هذه الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية في الفترة القادمة؟ أسعد صباحا وأسعد صباح جميع المشاهدين. نعم، كما تحدثت أن لا زالت الاستهدافات في مناطق الشمال من قطاع غزة مستمرة، وأيضا في بعض المناطق الجنوبية من استهداف المنازل والأماكن الفارغة. لكن أنت تحدثت بعد 48 يوما من هذه الإبادة، وهذا العدوان ينتظر الفلسطيني بفارغ الصبر هذه بعد أقل من 5 ساعات أن تسري وأن يبدأ سريان هذه الهدنة المتفق عليها ما بين الاحتلال الإسرائيلي وما بين المقاومة الفلسطينية برعاية مصرية قطرية والولايات المتحدة الأمريكية. ينتظر لأن تبدأ وأن يبدأ يتنفس بعد 48 يوما من الاستهدافات والقصف والتهجير واستهداف كل شيء يتحرك على الأرض، من استهداف للأطفال، للنساء، للشيوخ، للمنازل الآمنة، للمستشفيات، للجامعات، لكل شيء، حتى حقوق الإنسان تم استهدافها، الصحفيين، الأطقم الطبية. المواطن الآن يريد فقط أن يرى ما حول ما حدث في هذه الأيام السابقة منذ بداية العدوان وبداية هذه الإبادة الجماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي. المواطن الفلسطيني يأمل وينتظر أن تزداد دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، وبعدما كان هذا بندا من ضمن شروط التهدئة، زيادة المساعدات، زيادة الوقود، زيادة دخول أيضا الحاجات الأساسية من مواد تموينية، مواد غذائية، من أدوية التي باتت شحيحة وبادت في عداد النقصان في المناطق الفلسطينية من أقصى الشمال حتى أقصى الجنوب. المواطن الفلسطيني يريد أن يرى حول الدمار في المناطق. نعم، وكما ذكرت سيد أحمد أن الجانب المصري في هذا الوقت من المفاوضات، والتي لم تبدأ منذ الآن، هي مستمرة لأكثر منذ أسبوعين، الجانب المصري بالإضافة إلى الجانب الأمريكي والقطري حاولوا جاهدين من أجل إقامة هذه الهدنة الإنسانية، ورغم ذلك الجانب المصري كما نرى هو يحاول أن يخفف الأعباء عن المواطنين في قطاع غزة، ولا زال الجانب المصري رغم كل ذلك هو وسيطا نزيها وموثوقا فيه من الجانبين. كيف ترى الوساطة المصرية في هذا الوقت برأيك؟ بكل تأكيد، وهذا ما لاحظناه عندما تم الإعلان أمس من قبل الوسيط المصري ومن قبل جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنهم سوف يزيدون عدد دخول الشاحنات، سوف يزيد رقم دخول عدد الشاحنات والمزيد من المساعدات عبر معبر رفح في الأيام الأربعة من الهدنة التي اتفق عليها. أعتقد هي وساطة مصرية منذ القدم، هو دور محوري ودور رئيسي لجمهورية مصر العربية منذ سابق الأزل وليس منذ اليوم ومنذ الأمس في الوساطة، وأن تكون لاعبا أساسيا ومحوريا في الوساطة وفي صد وتخفيف العدوان الإسرائيلي الذي يحل ما بين الفينة والأخرى على قطاع غزة، آخرها هذه الإبادة القوية وهذا العدوان الغاشم الذي يعاني منه الجميع. حتى نحن الصحفيين نعاني من هذا العدوان، من ضعف اتصالات وشبكات الانترنت واستهدافات مباشرة للصحفيين ولأهالي الصحفيين، حتى يتم إثناؤهم عن نقل الحقيقة ونقل الصور ونقل الكلمة ونقل الإرهاب الاحتلال الإسرائيلي من مجازر ومن بحق الأطفال وبحق النساء في الآونة الأخيرة. مصر هي لها دور محوري
وهي دورها يتمثل في التخفيف في وقت هذا العدوان البربري. طيب سيد محمد، عذرا على المقاطعة ولكن لضيق الوقت، بالحديث عن الأسرى الفلسطينيين في الأراضي الإسرائيلية والسجون الإسرائيلية، كما نعلم هناك أكثر من 8000 محتجز في السجون الإسرائيلية، كيف تستغل الفصائل الفلسطينية هذه الصفقة التي ستبدأ بعد ساعات لتبادل الأسرى ما بين الجانبين من أجل ربما إتمام صفقات أخرى في الأيام القادمة وإخراج أكبر عدد ممكن من المحتجزين، خصوصا وأن معظمهم من الأطفال ومن النساء؟ نعم، إذن هو لابد من إتمام هذه الصفقة لإخراج الأعداد المتفق عليها من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، وأيضا الاحتلال يخرج ما تم الاتفاق عليه حتى يتم الاتفاق، وكما كان متوقعا بأن سوف تكون هناك على مدار الأربعة أيام هناك مزيدا من المفاوضات ما بين الفصائل الأخرى التي تحتجز بعض المحتجزين الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية حتى يتم تمديد هذه الهدنة وإخراج ما لديهم من محتجزين. أعتقد في فترة العدوان الأخيرة و48 يوما زاد عدد المعتقلين بحسب إحصائيات الأسرى الفلسطينية بأعداد تقريبا 2300 أسير خلال فترة اعتقالات كانت كثيفة وممنهجة في فترة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأيضا من اعتقلوهم من على حواجز قطاع غزة كان آخرهم مدير مشفى الشفاء والأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية. شكرا لك أحمد الأغا الكاتب الصحفي، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.